فرحانه بوجودكم معايا بزاف، انما غير باش الناس اللي ما كيعرفونيش، انا بديت 2006. كنت كندير افون، كنت كندير تياتر مسرح، وتوقفت على الفن واحد المده. كنت كندير اعمال قليله يعني بادوار صغيره في اعمال بالدارجه. ديك الساعات كان هنا كنت خدمني هنا في اكادير. بشويه 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 حتى 2014 عاد الحمد لله جاتني واحد الفرصه باش تشهرت، اللي هي مسلسل تلاتيك بالامازيغيه. ايوا صافي، هي هذيك الحمد لله. من ديك المده كانت كنخدم، كل مره كنخدم الحمد لله، شويه بشويه شويه بشويه في الامازيغيه. كان كيجوني اعمال مزيانين، خدمت في اعمال كبيره وشاركت مسلسلات سورتو ديك في التلفازه، لان انا ما خدمتش بزاف في الفي سي دي. خدمت شي جوج ولا الاعمال، مع ان الفي سي دي راه كان هو اللي كان مدرسه ديال الممثلين كلهم ديال المنطقه. انا ما كانش عندي لا شونس انني نخدم فيه بزاف مع الاسف، ولكن الحمد لله بديت كنخدم شويه بشويه، كنتعلم حتى انا نتزير شويه في الامازيغيه لان كانت عندي شويه ثقيله. ايوا والحمد لله، يعني اعمال كثيره درناها. عمل اش غادي نقول لك، انا كاين اعمال اللي بقاو ليا في دماغي بزاف. كاين تدمني الدرنين، كاين الزواق ديال حسن بن جلون، واحد السلسله مع بدوج الله يرحمه مسكين، ديال خالد ديال سعيد خلاف. اعمال كثيره ما بقيتش كنعقل، ولكن اعمال كثيره في الامازيغيه الحمد لله. عاد خدمت بزاف مع الخاوضي، مراد الخاوضي. ايوا والحمد لله اشتغلت حتى في اعمال ديال الدارجه مع ورده فيزيون، مع حديدان، مع ايماج عاوتاني فاكتوري، مع قضيه العمر. وكانوا الشخصيات مختلفه الحمد لله، وكل مره شخصيه كتلوحني شخصيه، وكنتعلم كنزيد نتعلم، لان انا من الناس اللي تنشوف باللي غنبقى نتعلم تنموت. وهذا العام كان الاعمال اللي كانت عندي، هذا العام كان عندي حديد دانوسي ديال ورده، وكان عندي مسلسل حياه، هو اللي كان لو بوين المهم في هاد العام، لان دوزت فيه 5 شهور تقريبا ديال التصوير. كنمشي ونجي من اكادير كازا، مسلسل حياه مع ابتسام تيسكات والبسطاوي وبزاف ديال الممثلين المرموقين. ممثل يعني مسلسل زوين الحمد لله، نال الاعجاب. راه كان دايز هاد الايامات في شاهد بوان تي في، ودابا راه غيدوز في الام بي سي 5. وطبعا غادي نرجعوا لمربط الفرس اللي هو بابا علي، مسلسل بابا علي اللي كنا دوزناه داك العام، واللي كان لقى واحد النجاح كبير بزاف، والحمد لله يعني لقى اعجاب واستحسان الجميع وحبوه الناس في العالم كله. كان داك العام درنا الجزء الاول، فالحمد لله هاد العام درنا تعطانا الجزء الثاني. وكنت فرحانه جدا، ما نقولش لك انني كنت كنتسنى، يعني ملي سمعنا باللي الخبر باللي تعطانا الدوزيام كنت فرحه كبيره. يعني كلنا كنا فرحانين وقلنا الحمد لله غنعاود نمشي ونخدموا، لانه هو فكاهي وهو الناس كيتسناوه وكلشي كيتسنى الدوزيام بابا علي. فبديت مشيت نصور، يلاه بديت اسبوع، يلاه صورت شي تقريبا واحد لقطه جوج لقطات، ووقع لي هذا الحادث مع الاسف. كنت غادي نمشي نصور واحد الاثنين، ايضا كان النهار كله ديالي. ايوا وقع لي واحد الحادث خايب كبير، يعني طحت واحد الطيحه خايبه في واحد بحال الخصه، طحت فيها غير بوحدي، ما دفعني حد، ولكن حسيت بحال هز شي، عرفتي بحال هزك شي حد ولاحك، يعني لان ملي طحت على الركبه ديالي وديك التشخشيخه اللي حسيت بها، لان مسيتها وحسيت بها كلها مهرسه، يعني بحال هزني شي حد، بحال لحتي شي قاعد يعني. فالحمد لله هادشي اللي قدرت عليه سيدي ربي، قدر الله ما شاء فعل، وسيدي ربي هو اللي كيعرف فين كاين الخير. فالحمد لله لقيت اهتمام كبير من جهه كاع الناس اللي معايا ومع الشركه ديال ورده برودكسيون، يعني واحد الاهتمام. هزوني بعدا ديك الساعه في لومبيلونس ودرت العمليه، عندي لا فراكتور نيت خايبه. ايوا والحمد لله راني صابره دابا، عندي الالم وداك الشيء، ولكن توقفت عن التصوير هاد الساعه، ما نقدرش نجزم يعني في المصير ديال الضوء ديالي في بابا علي، مع انه دوره جميل وكنحبو بزاف وكنعرف بلي الناس كيحبوا مهيرة. مازال ما عرفتش، لان دابا انا هاد الاسبوع باش طحت وعندي يعني فتره نقاها شويه، هذا مازال ما عرفت، ما نكذبش عليك اولدي،
مازال ما قررناش، مازال حنا باقيين حتى الناس ديال الشركه لحد الان ولا المخرج كيسولوا على الصحه ديالي اكثر من اي حاجه اخرى. فهاد الشيء اللي كاين اولدي كتجيبوا لي البكاء، حيت ملي وقع لي هاد غير تيسولوني شي واحد هاد السؤال كيجيني البكاء، لان فريمون بكيت بزاف من مورا هاد الشيء، ماشي من الالم، بكيت من الحب، لان ما عرفتش يعني اشاك فوا كنفكر هاد الشيء كنتالم، لان ما تقدرش تخيل الحجم ديال الحب اللي حسيت به. يعني اللي هضر معايا كيبكي عليا، واللي هضر معايا تيقول لي بقيتي فيا، واللي هضر معايا تصيفطوا لي الناس لي زوديو ديال ديال المحبين ديالنا تيبكيو. فانا مازال في الدنيا يعني تنقول شوف انا غير طحت يعني تهرست وتالمت والناس كيبكيو عليا بهذه الطريقه، فما بالك زعما الا يعني ما نقولش لك انا اصلا، شوف انا اصلا معروفه يعني حنينه اكثر من القياس، يعني اكثر من اللي خصني نكون، يعني انا كان حنينه في الناس وفي الحيوانات ويعني دمعتي قريبه، ولكن ملي كنشوف هذاك التعامل ديال الناس معايا ديال الفنانه، يعني ما تخيلش الفنانه كلهم اللي كانوا معايا في بابا علي واللي ما كانوش معايا، واللي الامازيغ واللي ماشي واللي في الدار البيضاء وفي باختو، يعني كيسلوني دي فوا ما كنقدرش نجاوب لان كنت في واحد الحاله صعيبه، وكيوصلني لي زوديو كيبكي وتيقول لي خديجه علاش الله يا ربي يا خديجه بقيتي فينا. وهذا الحب وحق الله العظيم الا ما نقولش لك ما عنده ثمن، ما عنده ثمن. شتي الفلوس في الدنيا والله ما كيسوى شي حاجه قدام هادشي. انا كنقول كنشكرهم بزاف، كنشكر جميع ومن قلبي، راه ديما كنت كنبكي ملي كنشوف بحال هاد لي مارك د اتونسيون من الناس، وكنشوف هاد الحب تنحب تنقول شوف سبحان الله العظيم راكم ما كانش الله كيبغيني راه ما يخليش هاد الناس يبغوني. فالمحبين ديالي كيقلبوا على التليفون، الناس اللي كيتفرجوا كيعيطوا ليا تيقولوا لي راه اختي انت عزيزه علينا وبقيتي فينا بزاف، وما عمري ما غنسى لهم هاد الخير. يعني ما زدت حبيت الانسان، يعني زدت حبيته مع هاد التحاليل. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.